هنشوف الليسون 08 بعض الإفكت. هنفتح هنا التصميم ليسون 08، هنشوف الإفكتس، وهنشوف برضو هنا هوت ازاي ان انا اقدر هنا استخدم أداة اسمها أداة البلوب براش، واقدر اعمل بيها شكل زي الحلزون بالمنظر ده. وهنشوف برضو استخدام اللون جريديان، وهنشوف برضو إمكانية إن أنا أعمل حركة بسيطة ما بين شكل دايرة وشكل مثلث. هعمل سيلكت على الشكل، هعمل له تصغير، هاخد هنا شكل مستطيل عادي، وافتح هنا اللون الجريديان، اضرب هنا كليك على الجريديان عشان يحس بيه المستطيل، وابدا اغير درجات لون الجريديان. طب الكليك على الباكت الاوليه اللي هي باللون الاسود، وبعدين افتح السويتش واختار اللون اللي انا عاوزاه، واضرب على الباكت البيضه طب كليك واختار درجه لون تانية باللون مثلا الازرق. هقفل هنا هو الجريديان كولر، وادخل هنا من قائمة افكت، اختار distort and transform، واختار الافكت اللي هو خاص بالروفن، يبقى افكت distort and transform واختار روفن. فالروفن هختار هنا preview. الروفن ان هو بيديني هنا عملية distortion او تدبير للحواف. هظبط هنا اهوت الاوبشن بتاعه الايفكت بتاع الروفن، هخليه هنا سموث. ابدا اظبط هنا اهوت السايز، اقلل السايز واقلل هنا الديتيلز. نقلل السايز برضو اقل شويه. ماشي، لو شفنا تأثير الكورنر ممكن ناخده ده أفضل من السموث. لو حابة ان انا ازود السايز حاجة بسيطة، ماشي، قوله هنا اوكي. هاخد هنا اهوت مستطيل تاني، وعاوزة انقل عليه بعد ما الونه باللون الجريديان، عاوزة انقل عليه نفس الافكت. اختار بس درجات اللون الجريديان، اللون التاني اغيره برضو، ناخد درجة لون ممكن ناخد الموف، ممكن نختار برضو هنا نزود باكت تانية في النص طب كليك، واديها درجة لون نخليها اخمق سنة، ممكن ناخد درجات الرمادي. يبقى كونت هنا هو باكتات الالوان بالمنظر ده. واقفل هنا هو شاشة الكريديان، هفتح هنا هو شاشة اللاير من قائمة ويندو، افتح شاشة اللايرز. لو فتحت هنا هو البلاي هيد دوت، هلاحظ هنا هو لو مسكنا كده بالسيلكت ده المستطيل اللي عليه الافكت، هنلاحظ هنا ان في على الطبقة بتاعته في دايرة وجواها سيركل مليانة بالشكل ده. المستطيل التاني هنلاقيه اهو ده اللي احنا منورينه دلوقتي، واللي كان بيه هنا مستطيل ازرق على اليمين. عاوزين ناخد الافكت نسخة من الافكت في الطبقة اللي هي بتاعت المستطيل الكبير ونحطها على المستطيل الصغير. هاجي هنا عند الدايرة اللي هي المليانة بالشكل ده، اضغط الت واسحب عشان اخد نسخة من الافكت بتاع المستطيل الكبير احطه على المستطيل الصغير. تمام، هو خد لي هنا اهوت الافكت بس واخد نفس درجات الالوان كمان الجريديان معاه. هضطر هنا اهوت افتح الجريديان، اقفل شاشة اللاير، واغير هنا درجة اللون الجريديان للدرجات الالوان اللي انا كنت عاوزاها. هتلاحظ هنا اهوت ادي دبل كليك، نختار درجة اللون الرمادي، ماشي،
اهم حاجه ان انا امسك هنا المستطيل عشان لما ازود هنا هو لون جريديان لون تاني في الجريديان يبدا هنا المستطيل يحس بيه كده. هنلاحظ ان هو هنا واخد نفس الافكت بالظبط، نتيجه ان انا في شاشه اللاير هنا هو عملنا الطا وكليك على الدايره المليانه وسحبنا فخدنا نسخه من نفس الافكت. ممكن نغير درجه اللون دي نعدلها شويه عشان تبقى واضحة شوية، ممكن ناخدها في درجة لون تاني، ناخد لو مثلا خدنا اللون ده عاوزين نغير فيه شوية اطرب هنا على باليتة الالوان وابدأ هنا اغير درجة اللون اللي احنا ماسكينها دلوقتي حاليا. هقفل هنا هو شاشة جريديان وعاوزين نعمل هنا هو زي مستطيل ونديله شكل الزجزاج بالمنظر ده. هجيب هنا اهوت مستطيل عادي خالص واختار من قائمة افكت، اختار ديستورت واختار زجزاج وله هنا بريفيو، هيديني الزجزاج بالمنظر ده. ممكن هنا ازود الريدجز، نزود هنا الريدجز وازود هنا السايز، ماشي نظبط بس العدد بتاعت الريدجز خليها 4 وقوله هنا اوكي. محتاجين ان نقطع هنا الحافة ديت، ماشي الحافة هنا اللي بتاعت الشكل المستطيل ماشي عشان الديستورشن المعمول فيها. لو انا كده دلوقتي هنا بالاستيكة ومسحت جزء منها بالشكل ده هلاقيها هنا بتتكرر تاني نفس التأثير بتاعها عند الحف. هضطر هنا هو ان انا اخلي هنا الافكت بتاعي اللي هو الزجزاج يبقى امبيدد جوه الاستروك والفيل. ازاي؟ لو انا دخلت هنا من قائمة اوبجكت واخترت هنا اكسباند ابيرنس هلاحظ هنا هو ان الافكت دلوقتي بقى جزء من الفيل والستروك. في الحالة دي لو انا جيت بالاستيكة كده ومسحت مش هيتكرر لي تاني التأثير لان خلاص بقى هو والمستطيل حاجة واحدة، التأثير والمستطيل بقى شيء واحد. فاقدر كده امسح التأثير من عند الحواف فيختفي تمام. اقدر ادبل كليك على الهاند واخد هنا اهوت الشكل بتاعي رايت كليك واقوله هنا ارينج واخليه هو اللي يبقى في الامام. ممكن نغير درجات الالوان بتاعته، ممكن هنا اهوت في الفيل اختار جريديان في درجة لون تانية بالشكل ده. لو انا عاوزه الافكت يبقى كتير ممكن اصغر الشكل كده ده شويه واعمل منه نسخه تانية الت مع السحب والحمهم مع بعض ازوم ابدا اخد الشكل ده الشكل ده الاتنين مع بعض اخليهم متلاصقين شويه او لامسين بعض عشان لما اجي اخليهم يونت واحده يبقى الاتنين يبقى عباره عن جزء واحد. شيفت امسك الاتنين من قائمه ويندو باس فينتر واخليهم يونت واحد. هعمل منهم نسخه او اكتر من نسخه، ممكن كفاية نسخة واحدة ونشوف نعمل التكرار ما بينهم باستخدام إمكانية البلاند. أضرب دبل كليك هنا على أداة البلاند واختار specified steps واخليهم هنا يكرروا 3 مرات ولو هنا اوكي. أضرب على الشكل الأولاني وبعدين الشكل الايه التاني هيكرروا بالمنظر ده. هبدأ بعد كده اخد هنا شكل بيضاوي واختار درجات الوان الجريديان بتاعته
ممكن ان انا اعدل في درجات اللون الجريديان. افتح هنا الجريديان كولر وابدا هنا اعدل في درجات الالوان. اللون ده اشيله واختار هنا اداة الجريديان وابدأ اسحب الجريديان من تحت لفوق او من فوق لتحت حسب الاتجاه اللي انا عاوزاه. هبدأ بعد كده اعمل شكل بيضاوي تاني. واخلي هنا وات الجريديان بتاعه نخليه هنا وات. انا اختار هنا درجة اللون اخلي الجريديان يبقى ريديول. برضو هنا الشكل اللي تحت اديله درجات الوان جريديان مناسبة. برضو ممكن نفتحها شوية. بعد كده سيلكت ابدأ هنا اظبط الشكل التاني. امسك هنا بالدايركت سيلكشن اضرب دبل كليك على البوينت ديت الاسفل اللي موجوده في الاسفل بس يديني الشكل في بيفل من تحت بالمنظر ده. يديني شكل الطبق. لو عاوزه هنا هوت الجزء الابيض هنا هوت في الشكل ده يبقى اكتر ممكن اخد هنا هوت اللون وابدا هنا اتجه بحيث يبقى مساحه اللون الفاتح هي اللي اكتر شويه. بالدايموند برضو ممكن اوسع. ماشي هنيجي بعد كده اختار شكل دايرة هديها درجة لون واحد وبعدين اختار هنا شكل مستطيل. المستطيل هنا هو هرسمه اشيل منه هنا هو ضلع بالديليت انكر بوينت ازوم كده وبالديليت انكر بوينت اشيل النقطة الموجودة هنا وبالدايركت سيلكشن امسك هنا النقطة اللي في الاعلى وابدأ احركها وهديله هنا درجة فيل المثلث دلوقتي اضرب بره وبعدين امسكه وهديله هنا فيل باللون الاحمر. عاوزين نجيب الحركة الوسيطة دلوقتي ما بين الدايرة وما بين الايه المثلث. هصغر حجمهم شوية واختار اداة البلاند واختار specified steps واعملها مثلا التكرار يكررها لي مثلا يكرر لي كده 15 وحدة ما بين الشكل البيضاوي والمثلث. اضرب على الشكل البيضاوي وبعدين اضرب على المثلث فيديني التكوين بالشكل ده. هزوم بعد كده بالاد انكر بوينت ابدأ هنا ازود بوينت بعدها الدايركت سيلكشن دبل كليك هنا اهوت على البوينت دي وابدا انزل بيها لتحت بالشكل ده. بعد كده هبدا اعمل الوحدة اللي هي الفلفلة. هختار شكل بيضاوي هديها لون جريديان. ممكن نوت اكتر هنا اللون اللي هو الفاتح وبعدين بأداة الورب هبدأ هنا اعدل في الشكل.
وبعدها السموز هنعم هنا بعض الاركان، هاخد هنا اداة الورب تاني وارفع الجزء ده شوية. بعد كده هاخد هنا هو شكل بيضاوي بالشكل ده، اديله اللون الاخضر، هبدأ هنا اهو ازوم وبعدها الاد انكر بوينت، ابدأ ازود هنا مجموعة من البوينت، وبالدايركت سيليكشن همسك بوينت ادخلها وبوينت هنا اطلعها، ماشي، والبوينت دي اخليها هنا اهوت كأنها مغطية الحواف بتاعة الشكل. بعد كده اختار هنا اداة البلوب براش. اداة البلوب براش من مميزاتها انها بتقدر تعمل لي هنا شكل عبارة عن فيل وستروك، ممكن اضرب دبل كليك هنا واظبط هنا السايز بتاعها، هقلله شوية وبعدين هنا اتحكم هنا في الراوند بتاعته والزاوية بتاعته وابدا ارسم الشكل بتاعي بطريقه هنا راندوم بالشكل ده. كده بلاقيها انها رسمه لي الشكل هنا هو عباره عن فيل وستروك، وهلاقي هنا الشكل اللي اترسم اتعمل يونت او اتلحم مع الشكل البيضاوي اللي انا عاملاه في الطرف الاخضر ده. ممكن اعمل واحده تانية الت مع السحب، اخلي نوت امسك الوحده دي بكل اجزائها، اخليها هي في الامام الرينج وبرينج تو فرونت، واخد الشكل ده اغير درجات الوانه، اخلي دي نوت الجزء ده واخد على احمر بالشكل ده، والطرف الثاني من هنا اخليه واخد على اخضر، ممكن هنا اغمق اللون الاخضر شوية بالمنظر ده. بدأت سيلكت اخد نسخة برضو من الشكل ده، الت مع السحب واظبط هنا بالاسهم الموجودة في الكيبورد مكان الشكل بتاعي. هنقفل الجريديان وابدأ هنا اظبط الشكل، هكتب هنا الكلمة في أداة التكس، أضرب هنا على الكلمة دبل كليك وأختار فونت سايز، هكبر الفونت الكلمة هنا اهوت عشان اديها هنا اهوت فيل باللون الجريديان. ولاحظ هنا اهوت انها مش هيحس الكلمة مش هتقدر تحس هنا اهوت زوم هنا كده شوية، هلاقي الكلمة مش هتحس باللون الجريديان. عشان اخلي الكلمة هنا اهوت تحس باللون الجريديان لازم احول الكلمة بتاعتي من فونت عادي لمسار. بمسك هنا اداة التكس وادخل هنا من قائمة تايب واقول هنا كرييت اوت لاين، حول لي هنا التكس لمسار. في الحاله دي بتبدا هنا الكلمه تحس باللون الجريديان. يبقى عشان التكس يحس باللون الجريديان لازم احوله من فونت لمسار كاني رسمه الحروف دي. ابدا بعد كده الف الكلمه 90 درجه، اختار هنا ترانسفورم واغير هنا الزاويه، نعكس هنا الزاوية كنترول وزد ترانسفورم واخلي الزاوية هنا 90 درجة،
وابدا احطها في المكان المناسب. اظبط هنا السايز بتاعها ماشي. يبقى هنا وقت في المثال ده قدرنا نعرف هنا اداة البلوب براش انها بتعمل لي تكوين عبارة عن فيل وستروك. شفنا برضو هنا الافكت وازاي ان انا من خلال قائمة اوبجكت ممكن اعمل اكسباند ابيرنس، فخلي الافكت والشكل يبقى عبارة عن جزئية واحدة، ما يبقاش الافكت لينك او متصل بالشكل. ففي الحالة دي ممكن هنا امسح من الشكل وما يكررش الافكت في الظهور بتاعه مرة اخرى.